بهدف لحسين الشحات الاهلي يهزم الهلال السوداني 1-0 ويلحق بركب الثمانيه ويتاهل ان شاء الله لدور الثمانيه، ونستنى باذن الله القرعه يوم الثلاث ونشوف هنقع مع مين. نتمنى ان احنا حتى لو وقعنا مع اقوى فرقه مفيش مشكله بالنسبه لنا، لان احنا النادي الاهلي. في ناس كتير جدا هتقول لي بس الفرق المغربيه السنه دي ماشيه كويس، حظها عالي، الفرق التونسيه مش عايزين نلعب الترجي. احنا لو بصيت على الفرق كلها هتلاقيها اللي من الجزائر واللي من تونس واللي من المغرب، يعني قدرك انك ممكن تلعب فرقه من الفرقه دي. والنادي الاهلي باذن الله قادر على المكسب، بمجرد التاهل لدور الثمانيه حاجه تانيه خالص.